السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين، معكم المهندس حسين الفيسي. حاليا احنا موجودين في الحي السكني R1. الحي السكني R1 يعتبر أول الأحياء السكنية الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأنت داخل من على محور بن زايد الشمالي في ظهر مسجد الفتاح العليم مباشرة. سريعة كده جوه الحي السكني R1 ونشوف نسبة التنفيذ كده ونشوف الدنيا على أرض الواقع. المسافات بين العمارات واسعة، الشوارع كبيرة. لسه عامل اللاندسكيب وعامل التشطيبات النهائيه، لسه ما تمتش. هم حاليا لسه بيرصفوا في الطرق هنا، بيجهزوا الارض، بيصلحوا الارض وبيمهدوها عشان الرصف. المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه الواحه، المفروض ان المنطقه دي هتتربط، يتم ربطها بالنهر الاخضر ومنطقه حدائق وخدمات. كل دي هتبقى منطقة الواحة، هتبقى مرتبطة بالنهر الأخضر إن شاء الله. تقريبا تحت العمارات هيبقى في محلات تجارية. دي منطقة فيلات.
الحي السكني R1 أقرب مكان لمدينة مستقبل سيتي والطريق الدائري الأوسط، يعني قدام مننا في الطريق قدام مننا كده على طول الناحية التانية دي من مستقبل سيتي ظاهرة في الصورة قدامنا دي. مستقبل سيتي الناحية التانية دي مدينة المستقبل سيتي.